العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحابه الفائزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب اتمم بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. نعم. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نحن كنا بصدد بيان النجاسات من خلال بيان الشرط الثاني للصلاة. نعم. ووصلنا إلى بيان المسكر. نعم. وكمسكر مائعين، هذا مثال آخر للنجاسة. وكمسكر مائعين، إذن مسكر يعني أي صالح للإسكار، فدخلت القطرة من المسكر. المسكر ظاهره أنه يسكر حقيقة بالفعل، لكن هذا ليس مرادا، بل شيء له صلاحية الإسكار، هذا هو المراد. لذلك فسر بقوله أي صالح للإسكار، فدخلت القطرة من المسكر. فإذا القطرة من المسكر من صلاحياته الإسكار، لكن حاليا أو حقيقة لا يسكر، لا تسكر. لماذا؟ بسبب قلته فقط، أما الصلاحية باقية. أو يعني القطرة لا، يعني قليل من المسكر، مثلا رجل مدمن الخمر، يعني متعود على شراب الخمر، بالنسبة إليه هذا المقدار القليل لا يسكره، يعني بسبب تعوده المسكر لا يؤثر في عقله القليل لو كان قدرا مقدارا قليلا. فإذا في مثل هذه الحالات يوجد في هذا الشراب قوة الإسكار، يعني صلاحية الإسكار، وما ذلك هناك موانع لعدم التأثير، إما تعود هذا الرجل أو يعني قلة هذا المقدار وهكذا. فإذا المراد هنا صالح للإسكار، إذا كل شيء له صلاحية الإسكار وهو نجس. نعم. مرحبا. صلاحية الإسكار مثلا في يوجد كحول، ربما إذا شربته يعني تموت، ولكن اسمه كحول. الكحول يعني الكحول هو معرب الكحول، الكحول هذا بالإنجليزية، وهو اسم كيميائي للمسكر. الاسم الكيميائي يعني عند في مصطلح علم الكيمياء هم يستعملون هذا الاسم للمسكر، لكل مسكر الكحول. يعني ثم هم قسموا الى قسمين، يعني قسم يقال له ايديل الكحول والاخر ميديل الكحول، هكذا قسمان، احدهما مسكر فقط والاخر مع اسكاره وهو سم نيلان. فإذا هكذا قسمان. الذي يستعمل عادة يعني يستعمله من هذا شارب الخمر، هذا المسكرة، النوع المسكرة فقط. ثم في بعض الأحيان عندما يأتي الحضر لتوزيع هذا يعني في دكاكينه كذا كذا بسبب بعض الموانع من جانب الحكومة يستعمله هذا النوع الآخر، فحينئذ ممكن يقع الموت أيضا والهلاك أيضا بسبب سمه، فهذا سم. فإذا
جميع أنواع ما يطلق عليه أهل الكيمياء الكحول فيه صلاحية الإسكار موجودة أي نوع إن كان من أي شيء يستخرج. يعني في قديم الزمان كان يستخرج هذا الكحول يعني المسكر من عصير الفواكه فقط، أما حاليا هناك تكنولوجيا كثيرة، لذلك أهلهم يستخرجون من الحبوب أيضا ليس من الفواكه فقط، من البر والشعير وهكذا من الحبوب، ومع ذلك يستخرجون من يعني أوراق بعض الأشجار أيضا، وكذلك يستخرجون من جلود بعض الأشجار، هكذا يعني تطورت التكنولوجيا لاستخراج هذا السائل يعني هذا الشراب. على أي حال كان ما يوجد فيه صلاحية الإسكار وهو الكحول يسمى بالكحول عندهم. فمثلا الآن يستخدمون بعض الكحول لتثبيت رائحة العطور، يعني يسمى مثبت الرائحة. نعم، على للترطيب أيضا، يعني لأن يكون غير ثقيل لتخفيف سخانته سخونته أيضا، يعني يضم فيه. نعم، ثم الآن يعني يستعمل في الأدوية كثيرة، وكذلك في هذا الذي فيه ثم أنا قلت يعني هذا قسمان مسكر وسم ثم مسكر مجرد. المسكر الذي يوجد فيه مع السم النوع الثاني هو الذي يستعمل في الحوائج يعني الصناعية، كثير من المصنوعات يستعمل فيه هذا النوع، لذلك وهؤلاء يعني الذين يريدون الاستغلال للحكومة وغيرها وهم يكون عندهم رخصة لبيع وكذلك توفير هذا النوع الثاني يعني الذي كان سما، ثم هم بهذه الرخصة يعني ماذا يفعلون عند الحكومة، يعني يفعلون كذبا أو تزويرا هكذا، ثم بعد ذلك يبيعون هذا النوع. وحينما يبيعون هذا النوع لشراب الخمور يبيعون بتخفيفه حتى لا يقع الهلاك هكذا، لكن في بعض الأحيان هذا يؤثر سلبيا في بعض الأشخاص، لذلك يهلك ويموت هكذا. يعني كثير من نحن ندخل في تحت هذا الضابط مسكر. نعم. مائع كل نعم. الكحول يعني حتى كان سما فعندنا نعم. نجد نعم حقق علماؤنا ومشايخنا في بلادنا يعني من بلاد مليبان هذا الكحول يعني الذي يستعمل في الطيب كذا وكذا أشياء كثيرة، فإذا في الحقيقة هذا نجس لو لم يضطر يعني لا يستعمل، لكن هناك بعض العلماء من العرب وهم حققوا ويقولون أن هذا نوع واحد فقط هو مسكر، أما النوع الثاني ليس بمسكر، وكذلك بعض منهم يقولون هذا المسكر النجس أو الحرام تناوله الذي كان يستخرج من الفواكه فقط، أما الذي يستخرج حاليا من هذه الحبوب ومن أوراق الأشجار وجلودها ليس على حكم ذلك الذي كان يستخرج من الفواكه هكذا، يعني تفاصيل عند العلماء، لكن الذي حقق وهذا أن هذا مسكر. عندما نقرأ نبحث عن الكحول في علم الكيمياء ينبغي يثبت عندنا ويظهر لنا أن ما فيه صلاحية الإسكار ولو على قدر أقل يسمونه بالكحول من أي نوع استخرج، لذلك يدخل هذه الأنواع تحت قول الفقهاء مسكر أي صالح للإسكار. نعم، هذا هو التحقيق عند مشايخنا وأساتذتنا، لذلك علماؤنا يعني يعملون يعني أعمالهم مبنية على هذا القول، لذلك هم ينصحون عامة الناس أن يتركوا التطيب بمثل هذا الطيب الذي استعمل الأمة فيه يعني هذا الكحول كذا يعني أدوية كذا كذا. نعم،
ثم عند الاختلاف الاحتياط، على الأقل نقول الاحتياط تركه. العلماء اختلفوا كما بينت، فإذا الاحتياط تركه يقينا. ثم كمسكر أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر. ثم مائع، آمين تفضل، مسكر ثم مائع. أما المسكر الجامد لا يكون نجسا، أما تناوله أن يكون حراما لأنه يخل بالعقل أو يضر العقل والجسد، لذلك للتناول حكم آخر. هذا نذكر يعني حكم النجاسة، لذلك لو كان مائعا يكون نجسا كخمر. وهي المتخذة من العنب الذي يتخذ من عصير العنب، هو الخمر يعني باعتبار وضعه الأصلي في اللغة، في اللغة تطلق الخمر على الشراب المسكر الذي يتخذ من عصير العنب. أما ما يتخذ من سائر أنواع الفواكه وغيرها من لا يطلق عليه اسم الخمر في أصل اللغة أو في أصل الوضع اللغوي. ثم ونبيذ كخمر ونبيذ، هذا مثال ثان للمسكر المائع. نبيذ ما هو؟ هو المتخذ من غيره، يعني من غير العنب. هكذا اطلق الفقهاء والغيرية، يعني لم يقيدوه بالفواكه، لذلك يعني أي شيء كان العنب غير العنب، يعني من الفواكه أو من الحبوب أو من أي شيء، هكذا تحقيق علمائنا ومشايخنا. وخرج بالمائع ثم مسكر المائع، هكذا ذكرنا مثالا للنجس. فإذا لو كان المسكر غير مائع لا يكون نجسا، هذا الذي يقول يبين. وخرج بالمائع نحو البنجي والحشيش. بنج يعني هو ثمرة لبعض الأشجار، يكون عليه شوك، يوجد في بلادنا هذا الشيء، أنتم تعلمون في بلادكم هذا موجود؟ لا يوجد ولكن نعلمه، سمعنا عنه. آه ممكن يوجد صورته في الشبكة، ثم فإذا يمكن البحث عن صورته حتى تتعرف عليه. الحشيش، حشيش يعني هذا نوع من المسكرات. ثم هذا المخدرات أيضا داخلة في المسكر، يعني في العصير الجاري أهل هذه الأشياء يقسمونه إلى قسمين، مسكرات ومخدرات. مخدرات يكون عادة هو شيء جامد، لا يكون شيئا مائعا. ثم يكون منه نوع، وهذا يحقنون في أجسادهم، يعني هم يستعملون هذا الشيء بصناعة الحقنة، وهم يحقنون في يعني أوردتهم، أوردتهم هكذا، أو في لحمهم هكذا، أنواع أي شيء كان على أي طريق يستعمل لا ينظر إليه، بل ننظر إلى صلاحية الإسكار، إلى وجود صلاحية الإسكار فيه. ثم لو كان مائيا فهو نجس، لو لم يكن مائيا فهو ليس بنجس. ثم حكم تناوله واستعماله حكم آخر، يعني كل هذا حرام كما ورد كل مسكر حرام. البنج والحشيش. ثم وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية، هذا مسألة تطهير هذا المسكر. فإذا لو تجمد الخمر هل يختلف حكمه؟ أو البنج يعني ذاب دق وصار يذوب يسيل، أو الحشيش وهكذا، فإذا لا يختلف الحكم، يعني ينظر إلى أصله، ما هو في الأصل، هل هو هذا خمر ثم تجمد، أو يعني نبيذ ثم تجمد. هذا التجميد ممكن يكون باستعمال تكنولوجي،
ثم على التجميد أو التجمد بعد كونه بالأصل مائيا لا يعتبر. كمسكر مائي هناك ذكر في التحفة لا يرد عليه جامد الخمر ودرديه ولا ذائب نحو حشيش لم تصر فيه شدة مطربة نظرا لأصلهما هكذا قال. فإذا الحشيش لو دق هكذا ثم يعني الحشيش يبقى هكذا فقط لم تصر فيه شدة مطربة. الشدة المطربة هو الإسكار المطربة يعني المحركة للعقل هذا معناه يعني يكون هذا تفسير الشدة المطربة هو تفسير للإسكار. ثم وخرج بالماء نحو البنج والحشيش وتطهر خمر يكون طاهرا هذا نجس عينا ومع ذلك يمكن تطهيره مثل الجلد. الجلد لو كان نجسا يعني يطهر بالدبغ كذلك هذا أيضا يطهر بالتخليل لكن هذا ينبغي أن تتخلل بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها ينبغي التخلل بنفسها. إذن لو ألقي فيه شيء لأجل تخليل الخمر ثم تخللت وهو نجس لا تطهر. نعم لماذا؟ لو ألقي فيه شيء فالشيء يتنجس بالخمر أولا ثم عندما تتخلل الخمر فهذا الخل يتنجس بهذا الشيء الذي ألقي فيه لذلك يعني لا يتطهر هكذا هم بينا تخللت بنفسه. هذا يصنع الخل في البيوت حاليا النساء الأخوات يصنعن الخل في البيوت لكن لو ألقينا في الخمر شيء يعني في عصير الخمر شيء فهذا لا يطهر بل بدون يعني إلقاء شيء. كيف تتخلل الخمر بدون إلقاء شيء؟ يعني لو بقي مدة يتغير بنفسه كذلك الخمر أيضا أولا يعصر العنب ثم هذا يبقى مدة فإذا صار يسكر وهكذا تأثيرات يعني في نفسها يتغير أو يصير خمرا بنفسه تلقائيا لا حاجة إلى إلقاء شيء ولا إلى فعله بل هناك يعني أعمال تجعله خمرا لأجل الإسراع لإسراع هذا الأمر على كل حال لا حاجة يعني لو بقي هكذا مدة يعني يتخلل. ثم هذه المدة تختلف في بعض الأجواء عندما يختلف الجو يختلف هذه المدة ممكن طويلة أو قصيرة هكذا. ثم هذا الخمر لو بقيت مدة وهذا يتخلل بنفسها تلقائيا لا حاجة إلى إلقاء شيء وهذا المدة يعني تختلف طويلة أو قصيرة باختلاف الجو والبلد هكذا. كما يتغير اللبن لو بقي اللبن مدة فهذا يتغير يعني تتجدد فيها الحموضة. اللبن لو بقي مدة يتغير تتجدد فيها الحموضة فهذا يستعمل هذا يسمى باسم آخر يستعمل لأمر آخر كذلك. من ذلك الوقت هذا ليس لبنا تغير اسمه وفوائده كذلك هذا أيضا العصير عصير لنبي كذلك عصير سائر الفواكه لو بقيت تصير خمرا ثم يتخلل بنفسها تلقائيا من غير مصاحبة عين أجنبية لها يعني أجنبية للخمر. لماذا قال أجنبية للخمر؟ ممكن يقع فيه بعض الأشياء من عنقود لنبي كذا كذا ممكن يوجد في هذا العصير هكذا بعض الأشياء ليست أجنبية من الخمر بل هي نعم يعني من هذا العصير فلا بأس لذلك قال أجنبية لها
أما إذا كانت من جنسها فلا تضر فلو صب على خمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد. من قوله أجنبية لها هذا أيضا داخل، يعني عسيران صارتا خمرا في إناءين ثم أصب خمر في خمر آخر فأبقي حتى يتخلل، أو نبيذ صب في خمر ثم صار كلاهما يعني خلا، فإذا هذا ليس أجنبيا. وإن لم تؤثر في التخليل فهذا الشيء الذي يلقى أو يصاحب في الخمر لا يؤثر في التخليل كحساب، لكن هذا لا يتخلل. يعني الحكمة ما قلت لو ألقيت حسات في خمر فهذه الحسات تتنجس أولا بسبب الخمر، يعني بمس الخمر، ثم عندما تتخلل الخمر صارت خلة، وهذا الخل تنجس بهذه الحسات الموجودة في داخله، هذه هي المشكلة. ثم ويتبعها في الطهارة الدن وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. فإذا نفس الأمر، نفس هذا الأمر يعني التأثر أو تنجس الشيء الأجنبي الذي ألقي في الخمر ثم تنجس الخل بنفس هذا الأمر، هذا الشيء الملقى، وهذا الفعل أو هذا الانفعال يجري في دنه وبيعائه أيضا، يعني هذا الخمر يكون في دن أو في بيعاء أو في كيس هكذا في أي إناء. فإذا يعني ما مست الخمر من هذا الإناء تنجس، ثم عندما تتخلل هذا الخمر فهذا الخل يتنجس بأجزاء الإناء أيضا. نعم هذه مشكلة، لكن هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأجل الضرورة، هذا لأجل الضرورة لا يؤثر. هذا الذي قال ويتبعها، يعني يتبع الخمر في الطهارة، أي شيء يتبع؟ الدن، يعني الدن يعني بيع الخمر، إناء الخمر. وإن تشرب منها، ممكن هذا الدن تشرب من الخمر، يعني لو كان الدن جافا يقلع يعني الرطوبة، ممكن هو قلع من رطوبة الخمر شيئا حتى دخل في داخله داخل الدن فلا بأس يطهر، أو غلط فيه، يعني هذا الخمر غلط يعني ارتفعت بسبب الغليان ارتفعت ثم نزلت فلا بأس. أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر. أما التبعية، تبعية طهارة الدن وإن تشرب أو غلا وارتفع، كل هذا بسبب الضرورة. أما رجل ماذا فعل؟ هو أمال هذا الإناء إلى جانبه، هذا يعني خل موجود فيه، ثم ماذا فعل؟ هو أمال إلى جانب هكذا، أو يعني هو حرك حتى يرتفع، حرك الإناء فلا يطهر. لماذا؟ فهذا الفعل ليس فيه ضرورة. ثم وإن أمر المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى على اللوجه، أمر المرتفع، المرتفع يعني موضع الارتفاع، فإذا هذا قل في إناء ثم غلط وارتفعت مثلا سنتيمترين ثم نزلت ثم أصب فيه خمر آخر حتى يعني أمر هذا المرتفع، يعني غطي هذا المكان الذي ارتفع إليه الخمر الأول قبل جفافه أو بعده في أي وقت كان بخمر أخرى، يعني صب فيه خمر آخر فلا بأس، الإناء يتطهر. نعم على الأوجه كما جزم به شيخنا، والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن ابن زياد رحمه الله أنها تطهران، أنها تطهر إن غمر المرتفع، مرتفع قبل الجفاف لا بعده،
يعني هكذا تفصيل. ردنا على هذا القول قال المصنف أولا قبل جفافه أو بعده، لكن عند شيخه ابن زياد رحمه الله لو هذا تطهر إن غمر المرتفع، إن غمر المرتفع، إن غمر المرتفع، مرتفع يعني مكان الارتفاع من الإناء، هذا يطهر لو غمر قبل الجفاف. فإذا لو غمر بعد الجفاف يعني جف هذا الجانب جانب الإناء بعد ذلك صب عليه فلا يطهر، هكذا قال ابن زياد. عندما يطلق المصنف بقوله شيخنا شيخنا فالمراد به يعني ابن حجر الهيثمي رحمه الله، عندما يقول يعني يعبر عن ابن زياد بشيخنا هو يصرح باسمه، هذا عادته، شيخنا ابن زياد او شيخنا عبد الرحمن ابن زياد هكذا يصرح باسمه، لو لم يصرح فالمراد به ابن حجر رحمه الله. نعم. ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر آخر بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهر، كان في إناء خمر هذا أخرج من هذا الإناء ثم صب فيه خمر آخر متى؟ بعد جفاف الإناء وكذلك قبل غسله لم تطهر، إذا تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر عندنا بعد نقل هذا الخمر يعني تخلل مما نقل نقلت من هذا الإناء الأول نقلت إلى أين؟ في إناء آخر، لا تطر هذا الخمر الذي التي نقلت إلى إناء إنسان، لماذا؟ لأنها تنجست بشيء أجنبي، ما هذا الأجنبي؟ هذا الإناء الذي جف الإناء الأول، لذلك لا تطهر. فإذا عند التخليل تخليل الخمر يجب الانتباه إلى مثل هذه الدقائق المسائل الدقيقة. ثم والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها وإن لم يوجد نهاية الحموضة، فإذا العسير معذرة حتى يكون الخل طاهرا، إذا تخللت حتى يكون الخل طاهرا يجب أن يكون أن يتخلل في نفس الدني الذي كان فيه الخمر. لا لا، لو صب يعني إلى إناء آخر لا بأس، لكن ينبغي أن يكون الإناء طاهرا ثم أو يعني كان فيه يعني خمر آخر، لكن ينبغي صبها فيه قبل جفافه، هذا الذي قال هذا كما يقول المحاشي في مذهبنا أيضا، يعني التنجيس النجسي يعني يقبل النجس التنجيس يعني بناء على ذلك. لا، هنا ذكر القيد يعني وصب فيه خمرا أخرى وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء، لو صبت في هذا الإناء قبل جفاف الإناء تطهر، لو تخلل تطهر، تكون الخمر طاهرة بكونه خلل. لماذا؟ لأنه حينما يكون قبل جفاف الإناء كما يصب خمر في خمر آخر، نعم لذلك. أما بعد الجفاف كأنه انضم إليه شيء أجنبي، هذا هو الفارق. نعم، فإذا فرق بينهما. نعم، شكرا. والدليل على كون الخمر خلا، فإذا سبق أن بينت يعني أن الخمر يكون فيها الشدة المطربة، يعني بالشدة المطربة يعلم تنقل العسير أو صيرورة العسير خمرا بوجود هذه الشدة المطربة. وبعض الفقهاء ذكروا علامة يعني وجود الرغبة، العسير لا يكون فيه رغبة، يعني لو وجدت فيه هذه الشدة المطربة بنفسه يعني تغلو هذا، يظهر في فوقه الرغوات، هكذا قال بعض الفقهاء.
إذا أنت سعادتك الشافعيتي هذا وجود الرغبة ليس بقيد، بل بدون وجود الرغبة لو وجدت شدة المطربة نعلم أن هذا صارت خمرا. ثم كيف نعلم صيرورة الخمر خلا؟ هذا الذي يبين يعني بوجود الحمولة، لا حاجة إلى غاية الحمولة بل يكفي شروع الحمولة. هذا الذي قال والدليل على كون الخمر يعني علامة كون الخمر صيرورة الخمر خلا الحمولة، وجود الحمولة في طعمها، وإن لم يوجد نهاية الحمولة وإن قذفت بالزبد يعني يرتفع الزبد والرغبة، يعني وجود الرغبة علامة لكونه خمرا، لكن هذا ليس علامة لازمة، لذلك قال وإن قذفت يعني هذه المائع الذي يوجد فيه هذه الحمولة ترمي بالزبد يعني بالرغوة يرتفع منه الرغوة، ومع ذلك يكون خلا. فإذا الاعتماد على وجود الحمولة فيه كما كان الاعتماد في وجود الشدة المطربة، لا ينظر إلى وجود الرغوة والزبد في الحالتين. ثم ويطهر جلد نجس بالموت، ثم المصنف يبين ما يطهر يعني نجس يطهر غير الخمر فرغ من مسائل الخمر. ثم هذا بدأ في مسألة الجلد. نعم شيخ. فهو قال هنا والدليل على كون الخمر خلا الحموضة. هذا هو علامة طعمها. وإن لم توجد نهاية الحموضة يعني الوجود حموضتي يعني ولو كان خفيفا الحموضة ولو كانت خفيفة يعني ولو كانت الحموضة خفيفة خفيفة لا بأس يعني شروع الحموضة. وإن قذفت بالزبد يعني وإن علت عليه وإن علت عليه الزبد الزبد موجود، ومع ذلك الحمولة والزبد كلاهما موجودة، فإذا هذا صار خلا يعني لا ينظر إلى وجود الزبد. هذا معنى كلمة للمبالغة أو زائدة. جزاك الله خير. ثم ويظهر جلد نجس بالموت يعني صار نجسا بالموت. لماذا قال بالموت؟ يعني لإخراج جلد المغلظ يعني الكلب والخنزير جلدهما نجس لم يتنجس بالموت بل هذا نجس يعني وقت حياتهما أيضا، لذلك قال بالموت. باندباغ نقاه، يكفي يعني عملية الاندباغ يعني هذا انفعال لا حاجة إلى الفعل. فإذا هذا جلد كان متروكا تحت الشمس لم يفعل به أحد شيئا، هذا يعني ترك هو أهله، لكن بسبب وقوعه على أن تحت الشمس يعني تحت ضوء الشمس أو كان ملقاة يعني في ساحل البحر هناك يكون يعني الملوحة، بسبب هذه الملوحة في ذلك الأرض في ساحل البحر يندبغ الجلد أو الذي يلقى تحت ضوء الشمس يندبغ بنفسه وبذلك يطهر، لذلك قال باندباغ. نعم. ثم نقاه، هذا الاندباغ ينقي هذا الجلد. ما معنى التنقية؟ هذا فسر معناه بعده بحيث لا يعود إليه نتن ولو فساد ولا فساد لو نقئ في الماء، هذا معنى التنقية. وإذا إزالة الفساد وكذلك إزالة النتن من هذا الجلد أريد بالتنقية، لا يعود إليه نتن ولا فساد متى لو نقي في الماء، يعني هذا الجلد لو ترك الماء